يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاب وشابة رضعا في صغرهما من امرأة أجنبية لمدة 20 دقيقة. نعم. شاب وشابة رضعا في صغرهما من امرأة أجنبية لمدة 20 دقيقة تقريبا، ولا يعلم هل رضع 5 رضعات أم أقل خلال تلك الفترة، فهل يجوز للشاب أن يتزوج بتلك الشابة وهل يعتبر محرما لها؟ لا، هذه مشتبهة. هذه إذا لم يعرف عدد الرضعات، ثبت وجود رضع، ثبت وجود رضع لكن لم يعرف عدده، فهذه فيها شبهة، لا يتزوجها، تجنبها ولا يكون محرم له. نعم.